أفادها لا أعداء ولا أصحاب دائمين في السياسة. ربما هذا ما ينطبق فعلا على زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للعاصمة التركية أو لتركيا. في السياسة مفيش عداء دائم. امال بيقولوا عليك محبكها ليه؟ ما انت زي الفل اهو. الله، في ايه بقى؟ كيف تحول العداء والاتهامات المتبادلة ما بين الطرفين إلى اللقاء الذي شاهدناه في المقابلة؟ كيف تحول المشهد؟ لا إله إلا الله، أنا عارف معذور. أخي، فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا الصديقة شادية ونادية وأعرب لفخامتكم في البداية عن خالص الشكر. معذور يا باشا، تعال أنت أهو. ماشي، ليش أيام تعبان؟ ده حرام كتير تحكوا عليه. دعينا نشير إلى أن الأصل في العلاقات المصرية التركية هو التفاهم والحوار. بيقولوا علينا متخاصمين. لا، مصطلحين يا أستاذ. يا زيزو، فلا أمن ولا استقرار لتلك المنطقة من دون مصر. أحلى زيزو وأحلى نجاشين. وحكم التاريخ والجغرافيا وحتى التشابه الجيوسياسي بين التجربتين. وأحلى ليلة الليلة دي. المصالح تتصالح يا سادة، هذه هي الحقيقة التي لا يمكن الهروب منها. ومش هعمل لا السياسة، لأنه بيحصل تغير في الظروف. أول زيارة تتم لرئيس مصري. مؤكد سعادتي بقيامي بأول زيارة لبلدكم الصديق. صدق أنا ما كنتش ناوي أعد عليك، بس فجأة كده طلع في دماغي أروق شوي أعدي عليك وتنزل لي. انتوا مش عارفين ان انتوا نور عينينا ولا ايه؟ ده انت فوق دماغي وحجك عليا طول غيابنا تنزل دي. مؤكد سعادتي بقيامي بأول زيارة لبلدكم الصديق. الحمد لله لسه في خير في الدنيا. السلام عليكم. ايه يا عم القلاطة دي بيقول السلام عليكم؟ أردوغان البلطجي. بس بقى كده ظهرت قوي. أنا بتكلم على أردوغان. ده كده قطعت لي الشورت في البسين على الهواء. سبحانه سبحانه يا ولاد الوطن، بما يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والتكامل بين بلدينا. يا حلاوة أمك، يا حلاوة أمك واستخواتك. لزيارة العاصمة التركية أنقرة من 12 سنة. الله، وحشني الدوار قوي. في السياسة لا مجال للعواطف ولا مجال للمبادئ أيضا، والحديث عن المثل والقيم العليا. وانت كمان وحشني يا جنجون. وانت كمان يا حضروم والله، وخصوصا حكاويك الوير. في السياسة تتبدل المواقف ويتصالح الأعداء وتنتهي الخلافات، كما حدث صباح اليوم في العاصمة التركية أنقرة. في ظل اعتزازنا بالعلاقات التاريخية والإرث الحضاري والثقافي المشترك الذي يجمعنا. أول حاجة في تفسير موقف التركي صلابة الموقف المصري. الله، ما هو ده الواقع. أردوغان القاتل، أردوغان المجرم، أردوغان السفاح. اديني في الهايف وأنا أحبك يا ننس. مبدئية الموقف المصري، قوة الموقف المصري، ده يعني أولكش. يا خسارة يا أولاد، يا خسارة. معلش يا مرسي، جميع خسارة. لا عداء في السياسة. خلي لك رأي، الهدف من الخرى اللي احنا بنعمله ده ان انت يكون لك قيمة. تتساءلون ربما لماذا وصفت بالتاريخية. فقد سعدت اليوم والرئيس أردوغان برئاسة الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا. بتحط نفسك في مواقف بايخة. لأن أردوغان كان يتوعد قبل حوالي 10 سنوات أنه لا يضع يده بيد السيسي، لكن ودايماً ناس بتشتغل في ملفات العلوم السياسية يقول لك الحكاية دي، أنه يخلي بالك تزعلش منه، اللي زي دول بيبقى فيهم أحقاد جوه أحقاد من اللي زي. عبد الفتاح السيسي في أنقرة، تخيل. عبد الفتاح السيسي في تركيا، تخيل. كنا بندافع على بلدنا، كنا خايفين على بلدنا، وما كناش بنهاجم الدول، معاذ الله. في زيارة هي الأولى رسميا كرئيس لجمهورية مصر العربية، تخيل. في كلمة أردوغان قال بقايا، وصف الغرب ببقايا الصليبية. الزيارة دي بتيجي في توقيت حساس جدا وسط تحولات إقليمية ودولية كبيرة جدا. إن كنت ضعيفا مهزوزا، إن لم تكن يعني ثابتا راسخا، على رأي الشاعر الكبير
القافلة تعوي والكلاب تحيص، ولا طبيب باين؟ مفيش طرف هيجي يقول لك يقدم خطوات للاتفاق وللتراجع عن سياسات العداء. لا حول الله يا رب. صحيح، لا تأمن لجيركن ولا لسايز بيركن. بمراسمة رسمية حط السيسي رحاله في مطار اسطنبول بالعاصمة التركية أنقرة. ده عمك بقى، سلم على عمك يو. حدث استثنائي فعلا في تاريخ العلاقات المصرية التركية، وهو الزيارة الأولى. زيارة مهمة جدا واستقبال كبير جدا للرئيس عبد الفتاح السيسي من جانب الرئيس التركي أردوغان. قلت له معاه كل أنواع السلاح، يعني شاب صاكب تلاقي، ليزر مطاطي تلاقي. أيمن كان عنده حزمة من المبادئ، أولا لا عداء مستمر، والله لا عداء إلى ما لا نهاية. اسمع بس. ونقعد على ترابيزة، طيب نعمل شوفوا انتوا عايزين ايه، محدش هيجي لك. كانت مصر مشاهدين من خلال وسائل إعلام موالية للحكومة دخلت في حملة انتقادات واسعة ضد الحكومة التركية. أحب أقول لشعبي نصيحة، يا ريت تحطوه حلقة فودانكو الكبيرة ده. ايه احنا كنا بنهاجم الدول بس عشان بيتحتضن هذا الفصيل الإرهابي. كان بينهم خلاف عميق جدا على مستوى النظام، على مستوى الرؤى، على مستوى الإقليم. اختلفوا فيما يخص مصر في الداخل، اختلفوا فيما يخص الإخوان المسلمين. حاجة تنقل، ليه بقى محدش بيقرب له؟ صح، اسألني، قول لي يا عمرو ليه محدش بيقرب له؟ يا سلام، اسألني، قول. سألتني، هقولك، لأنه مش محتاج حاجة من حد. وبيفتح صفحة جديدة في التعاون بين البلدين بعد سنوات من التوتر. كما شهدنا اليوم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم التي تهدف لوضع إطار مؤسسي جديد للتعاون بين بلدين. وده اللي يخلينا نسأل إيه الحكاية وإيه كمان دلالات الزيارة دي. أنا عايز أقولك على حاجة، نصيحة تعيش بيها بقية عمرك، إحنا بقينا في غابة يا صاحبي. مصير الصراعات الصفرية، مصير الرهانات الخاسرة يتحطم عندما يجلس المتضادون والمختلفون على طاولة المفاوضات، والطويل فيها بياكل القصير، وتتحدث المصالح وتعلو لغة السياسة. ورغم الخلاف القديم، غير أن المصالح المشتركة بين البلدين وظروفهما الاقتصادية، إنه يخلي بالك إنه ما فيش حاجة اسمها لن يكون ولن يحدث في السياسة ومش هعمل وما لا، السياسة بيحصل تغير في الظروف. كلها تفرض عليهما التحالف مع بعضهما بحسب مختصين. تركيا النهاردة خطابها خطاب تحريض على أعمال الإرهاب، على الإرهاب في أوروبا. أنت ديانة أهلك إيه يا أستاذ طوباي بدر؟ أي ديانة، لأي ديانة تنتمي؟ إحنا في الإعلام كان عندنا وضع تاني، وإحنا كنا بنقابل، لأنه إحنا ما كناش بنهاجم تركيا. لا والله تفرق، يعني مثلا أردوغان ده هو نظام قائم على الحرب. لا حول ولا قوة إلا بالله، والله ما أعرف غير منك دلوقتي أبو حميد. اللقاء بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي ورجب طيب أردوغان بيجي في إطار تعامل البلدين مع أزمات إقليمية حادة. الحقونا الحقونا. أردوغان سياسي برجماتي نفعي، يعني إخواني. دي مقولة يعني دي ولا مش فاهم؟ إنه أردوغان عنده الخلايا، فلما بيقول هذا الكلام هو عارف بيقول إيه. يا حلاوتك. بس ابنك. يا حلاوتك. حلاوتك إيه؟ هو يخش لي في العوا ولا إيه يا إبراهيم؟ يعني ده تهديد لأوروبا، أردوغان بيهدد الدول الأوروبية بالعمليات الإرهابية. إحنا الأول كنا بنقول يا تلحقونا يا ما تلحقوناش، النهاردة بنقول الحقونا بجد. اختلفوا فيما يخص الإعلام، اختلفوا فيما يخص مصر علاقتها بفتح الله جولن وأردوغان علاقته بالمعارضين المصريين، الأنظمة يعني هنا وهناك. ملاسنات إعلامية وعندنا تراشق إعلامي وعندنا مع قطر ومع تركيا ومع غيره. بلبع بس برشمة الضغط لتفرفر مننا. هذا الأردوغان أسوأ حاكم في تاريخ البشرية. فاحنا ما عندناش خصومات شخصية. الله أكبر عليك، إيه الحلاوة